محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا بشرف انتسابنا وانتمائنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، واللفظ لمسلم، أنه صلى الله عليه وسلم جلس يوما فقرأ قول الله تعالى في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقرأ قول الله في عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى الحبيب صلى الله عليه وسلم صاحب القلب الكبير الرحيم وقال: اللهم أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي. فقال الله جل وعلا لجبريل: يا جبريل انزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم فاسأله ما الذي يبكيه، وربنا جل وعلا أعلم بما كان وما هو كائن وما سيكون. فنزل جبريل إلى النبي الجليل وسأله: ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال جبريل: أمتي أمتي يا جبريل، أمتي أمتي، أمتي أمتي. فصعد جبريل إلى الملك الجليل وقال يقول: أمتي أمتي. فقال الله جل وعلا: انزل يا جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. الله، اللهم لك الحمد أن شرفتنا بالانتساب إلى حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: قل لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، هذا وعد الله للصادق رسول الله، فلما اليأس إذن ولما القنوط إذن؟ وقد وعد ربنا ووعده لا يخلف ولا يتأخر أنه سيرضي النبي صلى الله عليه وسلم في أمته المحمدية الميمونة المباركة. بل وتتجلى ورب الكعبة كرامة الأمة بين يدي الله تبارك وتعالى من أول لحظة في لحظات اليوم الآخر إلى آخر لحظة من لحظات هذا اليوم. يقول الحبيب كما في الصحيحين: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، وفي لفظ: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. نحن الآخرون الأولون ونحن أول من يدخل الجنة. نحن الآخرون، نحن آخر الأمم وأول الأمم دخولا الجنة يوم القيامة، بل هي أول أمة ينادي عليها الحق تبارك وتعالى يوم القيامة في أرض المحشر للحساب. وهذه كرامة، لأن ذل القيام بين يدي الله شديد، لأن ذل القيام بين يدي الله عسير. فالشمس فوق الرؤوس، وجهنم قد أتي بها لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، ومع ذلك لكرامة الأمة على الله ينادى على الأمة كأول أمة في 70 أمة لتتقدم للحساب. ومن هذه الأمة من سيدخل إلى الجنة مباشرة بغير حساب. يا إلهي يا رب اجعلنا منهم يا رب. ومن هذه الأمة من سينطلق مباشرة من القبور إلى الجنة، لا يقف للحساب، لا يقف للحساب، لا يقف للسؤال بين يدي الله جل جلاله، وإنما يخرج من قبره فيرى الملائكة في استقباله وانتظاره، قد أعدت له من ركائب الآخرة ما لا يعلم جماله وجلاله إلا الله. فيركب أهل الإيمان وأهل التقى من هذه الأمة الميمونة هذه الركائب، وتقود الملائكة ركبهم المبارك إلى الحساب. لا، إلى أين؟ إلى الجنة. إيه ورب الكعبة؟ إلى الجنة بغير حساب وبغير عذاب، بلا حساب ولا سابقة عذاب. لا يتعرض هؤلاء الفضلاء إلى حساب بين يدي الملك ولا إلى عذاب على الإطلاق، بل هم من أول لحظة في مقام أمين. لا يحزنون إذا حزن الناس ولا يفزعون إذا فزع الناس، وإنما
تقودهم ملائكة الله جل وعلا مباشرة إلى الجنة. يا ربي من هؤلاء الأخيار؟ اسمع ماذا قال نبينا المختار صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال الحبيب: عرضت علي الأمم. والعرض ده كان ليلة الإسراء والمعراج كما في رواية الترمذي بسند الحسن. عرضت علي الأمم، خلي بال حضرتك، فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم نبيا من إخوانه من النبيين والمرسلين يدخل إلى الجنة مع رهط من أمته، والرهط ما بين 3 إلى 9، وبقية الأمة إلى النار أعاذني الله وإياكم منها. ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، يعني رأى نبينا نبيا من إخوانه من النبيين في طريقه إلى الجنة مع رجل أو رجلين من أمة هذا النبي وسائر الأمة إلى النار. ورأيت النبي وليس معه أحد. يا إلهي، يرى نبينا صلى الله عليه وسلم نبيا من إخوانه من النبيين في طريقه وحده إلى الجنة لأن أمته كلها قد كفرت به. طيب فين الأمة؟ أين أمة الحبيب؟ يقول: وبين أنا كذلك إذ رفع لي سواد عظيم، يعني رأيت كوكبة عظيمة كبيرة في طريقها إلى الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، وهذه منقبة لنبي الله موسى وللموحدين من بني إسرائيل الذين آمنوا بالله الملك الجليل وبموسى الكليم على نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: وبين أنا كذلك إذ رفع لي سواد عظيم، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، ولكن انظر إلى الأفق. قال: فنظرت فإذا سواد عظيم، انظر إلى الأفق، يعني نظرت عن يميني، فإذا سواد عظيم. ثم قيل لي: انظر إلى الأفق الآخر. قال: فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، هذه أمتك. خلي بالك من البشرة اللي جاية دي، هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم برحمتك، وإن قصرت أعمالنا بفضلك، وإن قصرت أعمالنا يا أرحم الراحمين. ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فنهض فدخل منزله، فخاض الصحابة في أولئك، أي في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعض الصحابة: لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض الصحابة: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وقال بعضهم قولا آخر: فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ يعني ما الذي تتحدثون فيه؟ قالوا: في أولئك، أي في أولئك الذين ذكرت أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال: بأبي وأمي وقلبي وروحي، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم، أنت منهم. فقام رجل آخر وقال: ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. قال: سبقك بها عكاشة صلى الله عليه وسلم. ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قد يقول كثير جدا من آبائي وأمهاتي ممن يتابعونني الآن: ألا توافقنا أيها الشيخ أن هذا العدد قليل في أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب: بلى، أوافقكم أن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب في أمة النبي عليه الصلاة والسلام عدد قليل. اسمع ماذا قال البشير النذير كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال: يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر.
الله الله الله، هؤلاء لهم سيمة معينة، لهم علامة معينة.